أعزائي المشاهدين، صباح الخير عليكم. ازيكم وعاملين ايه؟ الحلقة دي واللي جاية ان شاء الله بإذن الله هنتناول فيها بالتتابع كده القمر 90 او 90 والقمر 90 برو او 90 برو. النهاردة هيبقى القمر 90 او القمر 90 العادي. ليه التليفونين دول؟ لان التليفونين دول نازلين بتقنية عالية قوي، وفي نفس الوقت سعر تحفة على قد العيد. يكفي ان انا اقول لك ان العادي الكاميرا بتاعته الرئيسيه بتيجي 200 ميجا بكسل، يعني روح تحفه وروعه، سواء في التصميم او سواء في الاداء او المواصفات او البطاريه او الى اخره، وعد براحتك. التليفون بتاع النهارده جاي بمواصفات فعلا عالميه وتحفه ورائع، والاثنين على فكره مدعمين من خدمات الجوجل بلاي. هنستعرض مع بعضينا الاونر 90 الجديد وهنشوفه وهنفصصه حتة حتة لحضراتكم. هخلي ما بين ايديكم معلومات كافية عشان تقدر تاخد القرار سواء في مصر او برا مصر في الدول العربية اذا كنت عايز تشتريه ولا لا. وصدقني لما هتشوف الحلقة لغاية اخرها هتشتري التليفون سواء العادي او سواء البرو، لان بصراحة روعة التصميم وجودة الاداء، وهقولك ايه بس، وجمال المنظر بتاع التليفون هيخليك ان انت عايز تروح وتشتريه وتقتنيه على طول. يلا مع بعض نستعرض مع بعضينا تليفون النهاردة ونرجعه حتة حتة، وهو الأونر 90 أو الأونر 90 الجديد. يلا بينا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، إزيكم أخباركم؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر تكنولوجيا ومعلومات، معاكم اخوكم اشرف. الاونر 90 او الاونر 90 تليفون جاي بمواصفات جميله، وزي ما انا قلت في المقدمه الحلقه دي والحلقه الجايه هنستعرض بالتتابع الاونر 90 والاونر 90 برو، ونشوف المواصفات الجميله اللي جايه فيهم، خاصه ان الاسعار بتاعتهم جميله وروعه جدا في ظل انحدار العمله وضعفها قصاد الدولار. هنستعرض مع بعضينا التليفون دوت وهنشوفه حتة حتة في التصميم بتاعه والشياكة والجمال وكل حاجة كل حاجة. قبل ما ابتدي في الاستعراض مش هنسى زي كل مرة اوصي حضراتكم ما تنسوناش سبسكرايب اللايك الشير في كل مكان الكومنتس، وهرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم فعلوش هيجيلكم كل جديد، وصندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركة جوميا، خشوا خدوا فكرة ولو عجبتكم حاجة اشتروها دعما للقناة. يلا مع بعض نستعرض التليفون اللي معانا النهاردة من شركة اونر، وهو الاونر 90 او الاونر 90. يلا بينا. التليفون في تصميمه مستطيل الشكل مع دائرية الحواف وعدم حديتها، مع وجود كيرف في اليمين والشمال بالنسبة للتليفون، والكاميرا عبارة عن هول بانش في المنتصف في الأعلى للتليفون. من الظهر بصراحة تصميم الشيك اللي موجود اللي ما بيوصمش، مع وجود الدائرتين اللي على الشمال في الأعلى. الدائرتين دول الحواف بتاعتهم بلون التليفون الظهر، وفيهم الكاميرات وفيهم الفلاش، وتحتيهم طبعا فيهم الاسم بتاع الشركة اللي هي الأونر. التليفون ده أعلن عنه في 29 مايو 2023، ابتدى يطرح للبيع في 7/6/2023. أبعاد التليفون ده كالآتي: 161.9 × 74.1 × 7.8 ملم. الوزن المقدر للتليفون هو 183 جرام، والتليفون مجهز ان هو ياخد شريحتين من النوع النانو. بالنسبة للشاشة، فالشاشة بتيجي من نوع الاموليد مليار لون، والريفريش ريت او تردد تحديث الشاشة 120 هرتز، والنتس بيوصل ل 1600 نتس، قوة اضاءة عالية جدا للتليفون دوت. مساحة الشاشة 6.7 انش بقوة استحواذ 90.8%، بريزوشن شاشة 1200 × 2664 بكسل، قوة بكسلات أو كثافة بكسلات 435 بكسل لكل إنش. طبقة الحماية كورنينج غوريلا جلاس من النوع التالت. أما التليفون فبيجي بأندرويد 13 مع الواجهة الماجيك الأو إس 7.1. التليفون دوت بيدعمه بروسيسور أو معالج من شركة كوالكوم، هيبقى نوع سناب دراجون 7 الجيل الاول، وده اللي بيسموه الاكسلريتد اديشن 4 نانومتر. وزي ما انتم عارفين
دوت 8 أنوية، النواة الرئيسية بقوة 2.5 جيجا هرتز كورتكس اس 110، 3 أنوية المتوسطة بقوة 2.36 جيجا هرتز كورتكس اي 710، والأربع أنوية الموفرة للطاقة بقوة 1.8 جيجا هرتز كورتكس اي 510. الجي بي يو من نوع الأدرينو 644، وللأسف التليفون ده ما بياخدش كيوت ميموري، ولكن الذاكرة الداخلية بيجي بذاكرة إما 256 أو 512 جيجا بايت من نوع اليو اف اس 3.1، ولكن الرامات بتيجي إما 8 جيجا بايت رام مع 256 أو 12 جيجا بايت رام مع 256 أو 16 جيجا بايت رام مع 256 أو 512. الكاميرات بتاعة التليفون روعة، لأن الكاميرات التلاتة، الكاميرا الرئيسية الخلفية بقوة 200 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.9 بالدعم البي دي اف، أما الكاميرا الألترا وايد فهي ب 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.2 دي فيها أوتو فوكس، والكاميرا الدبث أو العزل بقوة 2 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.4. التوليفة دي بيدعمها ال اي دي فلاش بدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما، والفيديو بيوصل تصوير لغاية 4 كي بي فريم 30 فريم بير سكند. الكاميرا الأمامية بقى لهواة التصوير وهواة السوشيال ميديا، فالكاميرا الأمامية بقوة 50 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.4، ودي بتدعم ال HDR، وتصوير الفيديو بصراحة حلو جدا انه بيوصل ل 4 كي بي فريم 30 فريم بير سكند. الصوتيات روعة لأنها بتيجي ستيريو مع سماعة سماعتين أسفل وبالأعلى، ومفيش مكان لتركيب الجاك ال 3.5. وحدات الكوميونيكيشن الواي فاي بأحدث حاجة دول باند، البلوتوث 5.2، الجي بي اس دول باند، ال ان اف سي موجود والراديو مش موجود، واليو اس بي من نوع تايب سي 2.0 بدعم الاوتو جي. البصمة بتيجي اسفل الشاشة اوبتيكال، وموجود جميع السنسورز الموجودة في جميع التليفونات. البطارية بتاعته بصراحة حلوة جدا لانها واسعة وكبيرة، من نوع الليثيوم 5000 ملي امبير، ومعها الشاحن سريع 66 واط بيشحن 100% تقريبا في 35 دقيقة، ومعاه ريفيرس أو شحن عكسي 5 واط ده عن طريق الكيبل. خلي بالكم ينزل منه تلات ألوان، إما البلاك أو اللي بيسموه الميد نايت بلاك، أو الجرين أو الميرلد، الجرين اللي إحنا شايفين شكله، أو الدايموند سيلفر بشكله الشيك، وآسف هما 4 ألوان مش 3، أو البلو أو اللون الأزرق. سعر التليفون وقت تسجيل الحلقة دي تقريبا 440 دولار، يعني تقريبا بالمصري بنتكلم في 13500 تقريبا جنيه مصري. على فكرة سعر قليل جدا في ظل الظروف اللي احنا فيها مع الامكانيات القوية بتاعة التليفون ده، لان التليفون ده يكفي البروسيسور بتاعه، هو اقول لك ايه بس، الشاشة بتاعته، البروسيسور، التصميم الرائع الشيك قوي، الرامات، الذاكرة، عيبه الوحيد يمكن ما بياخدش كارت ميموري، كاميرا 200 ميجا بكسل، كاميرا امامية 50 ميجا بكسل، صوتيات ستيريو، هقول لك ايه، تحفه، بطاريه واسعه جدا بتشحن شحن سريع. بكل المقاييس سعر زي ده قليل على فعلا تليفون بالامكانيات الضخمه الموجوده دي. تليفون بكل المقاييس روعه، والتليفون ان شاء الله هستعيده المره الجايه اللي هو 90 برو، اروع واروع كمان، وسعره برضو مش هتصدقوه. يا رب تكون الحلقه عجبت حضراتكم. طبعا مش هنسى زي كل مره اوصي حضراتكم ما تنسوش السبسكرايب اللايك الشير في كل مكان، الكومنتس، وارد حضراتكم على طول، وزر الجرس لو سمحتم فعليه عشان يجيلكوا كل جديد، وصندوق الوصف اسفل الفيديو تلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا، خشوا خدوا فكره، لو عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. استفساراتكم مرحب بيها في اي وقت، ودعمكم مهم جدا عشان نرتقي بالقناه كمان وكمان. شكرا جدا لحسن الاستماع، وسلام.